بالنسبة للسباق تاع يوم الجمعة، كانت في واحد على الطايف، المسافة ديالو كانت 140 كيلومتر، والسباق اللي ربحو هو عادل الجلول من النادي البيضاوي المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية العموي محمد سعيد هو من نفس النادي، المرتبة الثالثة كانت عربية عدنان من السي سي ار سي هو من الدار البيضاء بالنسبة للكبار. أما بالنسبة للشبان كانت المرتبة الأولى بدهيبي يونس من الاتحاد من الدار البيضاء هو، المرتبة الثانية كانت أفروق ياسين من الدار البيضاء، لأن الدار البيضاء كانت تخفى على سباقين ممتازين وعندهم مآتب حسنة. بالنسبة للمرتبة الثالثة الحياني يوسف بنفس النادي، أما المرتبة الرابعة عادل يوسف من الاتحاد الرياضي الوجدي، وهذا غادي إن شاء الله يكون عنده مستقبل في هذا الميدان ديال الدراجة صناعة التشجيعات بالنسبة لهذا الكرة السباق اللي هو ديدي يوسف. هذا بالنسبة للسباق نتاع يوم الجمعة 13 مارس. أما بالسباق ديال السبت 14 مارس نفس المطب اللي كانت الرتبة الأولى كانت العموي محمد سعيد ديما من الدار البيضاء، المرتبة الثانية كانت أولكوب أحمد من أسفي، المرتبة الثالثة ألقاقي محمد النادي البيضاوي. بالنسبة للكبار، أما بالنسبة للصغار كانت المرتبة الأولى بالنسبة للدهيبي يونس، المرتبة الثانية اليماني يوسف هذا من نفس النادي، أفروق ياسين من الدار البيضاء هو، والعالمي مروان من فاس، والمرتبة الرابعة كانت ديدي يوسف اللي ذكرنا عليه في السباق الأول الاتحاد الرياضي الوجدي. أما بالنسبة للسباق ديال يوم الأحد اللي كان كذلك على الطائف، المسافة ديالو اللي كانت 140 كيلومتر، وحصل على المرتبة الأولى جلول عادل، الثانية حيدي محسن، الثالثة العيوني إسماعيل، ومن بين السباقين اللي حصلوا على المرتبة الأولى على الصعيد الجهوي اللي هو قدوي موسى من نادي البلدي الوجدي.